يعني زي ما بنعرف انه الحين ما شاء الله لا قوة الا بالله، صار في توجه كبير من الشباب والبنات يعني حتى لما بيحتاجوا العمليات الى تحسين كثير من ملامح وجههم، لكن في البداية خلينا نتكلم عن الفرق ما بين عمليات التجميل للوجه والعمليات الترميمية للوجه. طيب، أول شيء أشكركم على الدعوة والاستضافة. الفرق بسيط من الاسم نفسه. العمليات التجميلية هي تجميل الوجه بالذات الأشياء الخارجية، الوجه وغير الوجه باقي الجسم. الترميمية تهدف إلى شيئين، أبغى أضبط الوظيفة وفي نفس الوقت أضبط شكل المريض بعد العملية، لأن هذه العمليات الترميمية نسويها للناس بعد الحوادث، بعد إزالة الأورام، فأنت تبي تضبطي الوظيفة حقته وتبي تضبطي شكله بحيث أنه يصير قريب لشكله قبل العملية.